السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبات وطالبات المرحلة الثانوية. إن شاء الله نكمل معاكم كورس الكيمياء المتميز. بنبدأ النهاردة في الأس الهيدروجيني والرمز بتاعه بي اتش، وده مهم جدا جدا في المرحلة الثانوية كلها، موجود في الكيمياء وموجود في الأحياء. ما معناه؟ هو تركيز أيون الهيدروجين، تركيز أيون الهيدروجين، والذي يعبر عن الحامضية أو القلوية أو التعادل. يعبر عن أي حاجة من ثلاثة؟ لأن ده عبارة عن يا إما شريط ألوان يا إما مرقم. أنا عندي السبعة تعادل، هنا عندي من 0 لـ 14، خلاص يبقى من 0 لـ 14. هذه المنطقة حمض، ودي مهمة جدا عشان عمل الانزيمات، والمنطقة دي ايه؟ قلوي. طب يا مستر ايه التدرج بتاعه؟ ما احنا لا عايزين نعرف التدرج بالمر. تدرج بيبدأ، شوف اللفظ، يعني لو مرقمين 1 2 3 4 5 6 7، بنقول واحد ده أعلاهم في الحمض، يبقى بص الرواية، أقوى الأحماض، وليكن عنده 1، مش هقول عنده 0، يبقى رقم 1 أقوى الأحماض. طيب عند 14 أقوى القلويات. بتهيألي احنا اختصرنا الكلام كله. يبقى بيبدأ بحمض قوي، شوفوا كده اهو، شوف الرسالة دي كده، حمض قوي، ده متوسط، هنا ضعيف. ليه ضعيف؟ لان هيبدأ التعادل هنا، ودي بمثلها بجزئية جميلة جدا، يعني مشت مع ناس وبعض ناس استغربوا الكلام. انت سيادتك او سيادتك او اي حد راكبين عربية ماشية بسرعة 100 كيلو في العداد، تمام، وصل لنا رسالة ان في نقطة مرور هنا، يبقى هنا هوت نقطة ايه؟ مرور، تمثيل او حتى في الورقة مش مشكلة. يبقى انا ماشي بسرعة ايه؟ 100 كيلو متر، خلاص في العداد، لقينا في رسالة ان في نقطة مرور او تفتيش او كمين على بعد معين. ايه اللي هيحصل؟ 50% هتبقى 50، هتبقى 20، هتبقى 10، هتبقى 0. لازم اقف. طب اما اجي ماشي هبدأ ب100؟ لا، اخرنا بقت 100، يعني هبدأ ب10 برضه، ب20، ب50، بعد كده 100. وصلت المعلومة؟ يعني بعد السبعة بنقول قلوي ضعيف. قالوا ايه؟ ضعيف. سيبكوا بقى من الارقام اللي تحت دي تمثيلية بتاعت العربية اهي، يعني لو قلنا سيارة اهي، ايه اللي جبدل ده؟ يبقى بنقول اقوى الاحماض، هنا اضعف الاحماض، الارقام دي عشان نبقى فاهمين. طيب هنا قالوي ضعيف، يعني 7.5 او 7.4، ده الانزيمات معظمها بتعمل عند 7.4، بتشتغل عند 7.4 ايه من 10، فبنقول قلوي ايه؟ ضعيف. قلوي ايه؟ ضعيف. خلاص هنا اقوى الايه؟ القلويات. يبقى الوقت هنا بنستخدمه في التعبير عن الحامضية او القلوية او الايه؟ التعادل. يبقى كده بالنسبة للأس الهيدروجين. تعالوا بقى للنظائر. ايه هي النظائر؟ النظائر باختصار شديد اللهجة، عندي H1 H1 2 H1 3. ميزة الكيمياء ان بناخد مثال بيوضح لي الكلام كله، زي الاحياء بنقول قانون مندل مثلا، بنحل الاول وبعد كده استنتج القانون من الحل، دي بتبقى طريقة احسن وسهلة. يبقى انا الوقت ما عرفتش النظائر لسه، طب نعرفها بقى. اتفاق العنصر واحد في العدد الذري واختلافه في العدد الكتل، هو ده النظائر يا مستر. اتفاق العنصر الواحد في العدد الذري،
هذا الزر يعني ايه؟ فاكرين فقد او اكتساب يعني ايه برضه؟ خواص كيميائية، يبقى متفق في الخواص الايه؟ الكيميائية. خلاص، ومختلف في العدد الكتلي. بين قوسين المظاهر خواص فيزيائية. طيب، في معلومة هنا بيقول لي العنصر الذي يخلو من النيوترونات، تتوقعوا ايه كده؟ يلا بسرعة. طبعا H11، لان النيوترون لو انتوا فاكرين بنطرح واحد من واحد، بنطرح العدد الذري من العدد الكتلي، بيطلع لي ايه؟ النيوترونات صفر. ركزوا تاني، العنصر الذي يخلو منين؟ من النيوترونات، هو البروتيوم. البروتيوم، خلاص. طيب، العنصر الذي يتساوى في العدد الذري مع العدد الكتلي. ده سؤال حلو، عدد ذري مع عدد كتلي. طب العدد الذري هو ايه؟ هو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة، وهو في نفس الوقت هو عدد الالكترونات. طيب، العنصر الذي يتساوى في العدد الذري مع العدد الكتلي، النظير H12. لا يا مستر، العدد الذري معروف اللي هو واحد. طيب، العدد الكتلي عند اتنين، بس في ملحوظة، العدد الكتلي مجموع ايه؟ بروتون ونيوترون. يعني ايه بروتون ونيوترون؟ يعني عدد البروتونات الموجبة داخل النواة هي دي العدد الذري. طيب، العدد الكتلي هو مجموع بروتونات ونيوترونات. تمام، يبقى برضو عندنا واحد واحد. خلاص، تساوى العدد الذري مع العدد ايه؟ الكتلي، لان هنا العدد الكتلي اتنين وهنا ايه؟ واحد. يبقى هو نفس البروتيوم عندنا، هو يتساوى في العدد الذري مع العدد ايه؟ الكتلي. في بقى معلومات سريعة عشان تلت سنة وان شاء الله، وحاجات برضو نفتكرها. قوانين الكهربية، انا عندي كان فيه مثلث بنعمله كده لو انتوا فاكرين، شدة التيار بيساوي كمية الكهربية على الزمان بالثوان. يبقى نقول له ان هو شدة التيار اللي هو تاء بتساوي كمية الكهربية على الزمن، على الزمن بالثواني. تمام. طب شدة التيار بالأمبير مهمة جدا، كمية الكهربية بالكولوم، الزمن بالثواني. الكلام ده محتاجينه، محتاجينه في باب الكهربية بتاع تلتة ايه سنة. طيب، تفاعل التعادل قلناه 3-4-5 مرات، ولماذا سمي تفاعل التعادل بهذا الاسم؟ يبقى نقول علل هنا بقى، دي خلاص هنقول علل لماذا او سمي تفاعل التعادل بهذا الاسم ليه؟ طب نشوف تفاعل التعادل، هو تفاعل قلوي مع حمض مخفف عشان يعطي ملح ومية. ركزوا بقى كده، القلوي بيزرق ورقة عباد الشمس، ده يحمر ورقة عباد الشمس، ده لا يتأثر أو لا يؤثر على ورقة عباد الشمس، وده لا يؤثر على ورقة عباد الشمس. إذن الإجابة النموذجية بتاع هذا السؤال، لأن خواص الحمض وخواص القلوي تختفي تماما بعد التفاعل. كلام مهم جدا جدا جدا. نيجي معلومة
حلوة وجميلة التميؤ، وكاتب لكم بين قوسين عكس ايه؟ التعادل. التعادل هو ايه؟ تفاعل قلوي مع حمض عشان يعطي ملح ومية. طب التميؤ هو عكس التعادل، يعني ايه يا مصدر؟ يعني تفاعل ملح مع ماء ليعطي حمض وقلو. طبعا ده هنشرحه بالتفصيل بإذن الله في المنهج إن شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.